احنا استجبنا التاريخ وبالذات المظلم، يا ريت
يا ريت نركز على التاريخ المشرق عندنا، لان صفحات ذهبيه في تاريخ البشر لا ينكرها حتى العدو. يوم ان كانت اوروبا والعالم الغربي يرزح في ظلمات الجهل، وظلمات الكنيسه، وظلم رجال الدين، وتعدد السلطه. يوم كانت يساق العلماء بالعشرات بالمئات على المقصله لتقطع الرؤوس لتفكر. ما كان في تفكير، كل نفكر عقلك ما خلق للتفكير بهذيك الفتره، وانما شو بقول لك رجل الدين البابا الخوري او رجل الدين المسيحي في تلك الفتره اللي كان مسيطر، انت تقول ولا الضالين امين. مش بس هيك، واذا بتشطح يفرض عليك الحرمان. شو يعني حرمان؟ لن تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سوق الخياط. حتى تشوف جمل تخوض ابريك، انت مستحيل تغلق عنك ابواب الجنة. الجنة لذلك لما انتفضوا في الثورة الفرنسية الاقتصادية والاصطناعية، خلاص قالوا لك شو؟ هذا الدين سبب تخلفنا، سبب قتلنا، سبب قتل العقول اللي الله خلقها لتستنير وتفكر وتبدع وتطور وتخترع وتصنع. الدين في تلك الفترة كان مقبرة الإبداع. كل إنسان بيرفع راسه يقطع معرفته. لذلك لما ثاروا ثار عن الدين الخطأ والحق معهم. ولو كنت أنا في زمننا فعلت كما فعل. لا يقال أن يكون هذا الدين بحرمة التفكير والمفكر. أنت مقلد. أنت شو قال السلف؟ الخلف بيتبع نقطة عقلك، ليه بتكون تحطه في الثلاجة؟ ليه دورك أنت؟ فلما ثاروا وتغيروا فصلوا الدين عن الدولة، سموها دولة علمانية تبنى على العلم والبحث والأكاديمية، تطوروا. إحنا الآن في زماننا هذا الذي نعيشه تماما تماما أسسنا نسخة طبقا تصل عن وضع. اليوم غالبية المتدينين غالبيتهم أيها الأخوة ما عندوش استعداد يفكر. يقول لك قال فلان وقال عن أنا مش دوري، أنا بس مجرد يجب أن أتبع. مين أنت؟ لأن بنقول يعني أنت مش رجل، أنت ما في عقل، أنت بس أنت شو قالوا؟ أنت واجبك أن تتبع. أما أن تفكر وأن تبدع لا، عصر التفكير انتهى، عصر التدبير ما له وجود، خلاص فكروا عنك. ما هم قالوا حتى قالوا عبارة قتلت عقولك ونفوسنا ومشاعرنا وتدرس في الكليات. شو بقولوا؟ عجيب. قال ما ترك السلف شيئا للخلف. معنى شو دورنا احنا؟ باب بغوات شيخ خالد بن شو قال؟ قول خلص. وربنا عاد على اهل مكه هذا القول لما النبي قال يا جماعه دين والله واحد. قالوا انا وجدنا لا نعلم وعنا على اثارهم شو؟ مقتل. قل اولو كان اباؤه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب انت فكر، يعقلون وربنا عاد على الكفار. بالتالي قال ولو وقالوا كنا نسمع ايش؟ او نعقل، يعني جعل العقل اداه الوصول الى الله والى ايش؟ والى التوحيد والى العباده والايمان بالله. من دين المعفن فكروا عنا اصحاب المذاهب، فكروا العلماء، فكروا المشاهدون، فكروا وخلاص. وانت شو دورك؟ كما قالوا قل ونسيت ولا تنقص ولا حتى تفكر فيما قاله. لا، مين انت؟ انت مقلد اعمى. خلاص اذا دخلوا جحر طب ادخل مالك عنهم. وهي سبب من اسباب تخلف المسلمين الان. استشهدوا التاريخ ومشاكله، والان ما يدور في القرن ال21 هو على القاب مهار في القرون ايش؟ الوسطى، من معارك وقتل وفجاوى وتبرئة للدين وردة وقطع رؤوس وسفك الدم الله إلى آخره. يقوم على الأساس اللي أسسوه لنا قبل 1500 سنة. إنك تنسى تاريخك تأخذ منه ما أشرق وتبني عليه المستقبل والباقي الآن. من ضل يعني هم كما قلت في الغرب تعلموا من تاريخهم من أجل حضور مستقبلهم. إحنا شو عملنا؟
شبابنا المستقبل قسمناه في الحاضر ومسكنا الحاضر والمستقبل ورجعناه لوين؟ لورا. ابدا. الحديث بقيه، بارك الله فيكم.